خليك في البيت. ووايد ناس يسألوني كابتن شلون نقوي رقبتنا ونتخلص من الآلام اللي فيها. أنا نزلت قبل سنتين تقريبا فيديو عن الرقبة وسميته تمت تاء ميم تاء، وبس كان فيديو مدته أبو دقيقة وما كان يعني تفصيلي أكثر، فقلنا أساس إنه يعني نستفيد منه أكثر وأكثر ندش شوي بعمق. تمت التاء الأولى اللي هو التسخين، والميم ما تمت هي مقاومة، والتاء الأخيرة هي هو السريتش تمديد السريتش. فبالتالي يصير تمت، وهذه أنت تطبقها في كل شيء. كل ما تروح النادي أي عضلة بتمرنها لازم تسوي لها تمت، لازم تسوي لها تسخين، ولازم تسوي لها مقاومة، ولازم تسوي لها سريتشات عشان تريحها اللي هو التمديد. زين شلون نطبقها في حقنا احنا رقبتنا؟ زين حق التسخين الرقبة أول شيء توقف بهذه الطريقة. شنو قاعد تقول؟ إيه بس بشكل كبير. زين تقدر تسوي أنت واقف وأنت قاعد، إذا تواقف افتح عيونك عشان بعد دخول طيح، وإذا قاعد ماكو مشكلة تروح تقريبا 10 جهة هذه. إذا بالصيف مثلا بلشتة ممكن تروح 20 تحتاج تسخن أكثر وأكثر. الحين عندنا يمين شمال، تلف يمين شمال نفس الشيء 10 و10. وعندنا أنا أسميها هندي تقط راسك قطة، متلف تقط يمين شمال، طبعا ما تحرك كتفك إنما هذه اللي ثابتين، بس تحرك رقبتك. ما زلنا حق المنطقة هذه. زين بعدين تروح اللي هو حركة دائرة كاملة بهذه الطريقة، كل جهة تقط راسك، هنا تقط راسك، ورا تقط راسك، وجهة تقط راسك، وجدام تقط راسك، دوري بهذه الطريقة. هنا ضروري تفتح عيونك عشان ما تدخل تطيح، والعكس دائما تسوي مع عقارب ساعة وعكس عقارب ساعة حتى ما تنسى. خلصت تكرارات اللي انت تبيها حق التسخين، الحين ندش بمقاومة. المقاومة انت ما عندك أجهزة، ما عندك حزام حق رقبة تحط فيه وزن، ما عندك، شو تسوي؟ استخدم ايدك حق الهني مثلا، عضلات الهني تحط ايدك بهذه الطريقه وتدز لتحت. شوف شلون تدز، تحس بمقاومه، تحس انه في وزن. ايدك تدز فوق وراسك تدز تحت، كل ما تشد اكثر، كل ما تدز اكثر، كل ما تحس مقاومه اكثر. فبدايه اول ايام خليك خفيف، بعدين نزيد الوزن او زيد الشده حتى تعود عليه، يعني العضله تاخذ قوتها. بعدين العكس، الجهة العكسية هذه نفس الشيء، طبعا ما تشندس وياه، لا بس رقبتك تتحرك. ها إذا تشندس ما استفدت وايد. زين التكرارات 10 20 كيفك، الجولات كيفك. زين خلصنا من الجهة اليمين وشمال، الأمام وخلف. الحين عندنا يمين وشمال حق مالت اللفة. شوف إيدي قاعد تدز وهي يروح ذيك الجهة. خلصت من هني تكراراتك، الجهة الثانية تقدر تحط ايدك بشكل، تقدر تستخدم ايدك الثانية عكس، كلها تصير كلها متوقعة. حين الهندي اللي تقط راسك ايدك الصوب او ايدك مني ماكو مشكلة، ايدك الصوب حق الجهة هذه. زين شوفها ايدك قاعد تسحب وراسي راح يروح الصوب بهذه الطريقة. بعدين العكس، حين أنا استخدمت إيدي هذه حق هالصوب، أقدر استخدم إيدي هذه ثانية ما زلنا هالصوب. شوف أدز، تكراراتك مثل ما قلنا حتى بيها، وشدة أنت تحط اللي تبيها. أوكي خلصنا اللفة وخلصنا الهندي وخلصنا قدام وراء، خلصنا المقاومة. الحين راح نروح شنو؟ راح نروح التاء الأخيرة اللي هو التمديد سرتش. تمديد السرتش تروح حق الأمامية هذه، تروح لأبعد شيء لما تحس إنه خلاص شد وياك ما في مجال تروح أبعد، أوقف. توقف من 10 ثواني، نص دقيقة، دقيقة، ماكو أي مشكلة. تبي أكثر روح أكثر، ماكو أي مشكلة. بعدين حق الورا لما تحس إنه خلاص ما تقدر تروح أكثر من كذي، أوقف. بعدين اللفة تحط إيدك هذه ولا إيدك هذه ما يضر. زين أبعد شيء وأوقف الوقت اللي انت تختاره، بعدين شيء ابعد شيء وتوقف بهذه الطريقه. لا ننسى الهندي سرتش كامل هالصوب،
بعدين الجهة الثانية سرعت كامل. احنا بالطريقة يعني تمت المهمة، انتهت، سوينا التاء تسخين وسوينا الميم مقاومة وسوينا التاء الأخيرة التمديد اللي هو السرج، انتهت المهمة. لكن السؤال اللي دائما يجي مع كابتن، احنا ما نبي رقبة ضخمة، ما نبي رقبة مارينز يعني راسه صغير ورقبته كذي، ما نبي كذي، احنا نبي شكلنا طبيعي ولكن قوية وصحية. أقولكم لا تخافون، هذا ما راح تخلي رقبتك نفس رقبة مارينز، لأن انت مو قاعد تروح أوزان وحزام ولا أجهزة معينة كل مرة، انت مو قاعد تعمل معاملة عضلات لكمال أجسام، كمال أجسام حق الضخامة الضخم أي شيء يبي لك طريقة كمال أجسام، انت مو قاعد تروح طريقة كمال أجسام، انت قاعد تروح طريقة بس خفيفة، بس تحركها يعني تحركها وتنشطها تعطيها قوة شوية زين. فهي وايد مهمة حق صحتك، حق كبار في السن، أمهاتكم وأبهاتكم علموهم عشان لما ينامون يرتاحون، يقعد يلتفت ما عنده مشكلة في رقب في رقب رقب زين. فشيء المهم جدا، إذا عندك ألم، إذا عندك مشكلة ديسك ولا غيره برقبتك، ضروري تشوف يا دكتور. لا يعني لا تسويها، تأكد بالدكتور قالك أوكي، ورا الفيديو قالك أوكي طبقها، ابدأ طبقها التمارين. وأنا اقترح أنك لما تطبقها وإذا عندك مشكلة ابدأ بخفيف وتدرج، لا تدز حيل، لا خليك خفيف زين، سوى خفيف، إذا كل ما تحس أنها صارت سهلة زيد أكثر وأكثر إن شاء الله، وتمتع برقبة حلوة في نظام تمت.